دايما دايما. يعني انت كمان بتفكر ثانية واحدة في بعد الجيش إذنك، المصري ثانية واحدة بعد إذنك. تقول احنا قلنا يعني دي كانت رواية، كانت رواية طبعا. الضحك على الناس ايوه طبعا، يعني. احنا كنا مخططين ان احنا هنهاجم يوم 6 اكتوبر اللي هو جاي ده، وانا كان ليا الفخر ان انا كنت واحد منهم، ان احنا هنهاجم يوم 6 اكتوبر الساعة 2:05، وانا عرفت الكلام ده 2:15. شوفي التخطيط ده حاجه يعني بتبقى بتاخد يعني سنين. انت عايز تقول لي كانت ايام كل الكلام ده كان فارغ. ليه يعني بقى ليه؟ قولي لي فرنسا، قولي لي فرنسا اللي تم الهجوم عليها 13 مره وفيها حوالي 150 معركه بين المسلمين والفرنسويين، كان عشان ايه؟ طارق بن زياد لما عدى مضيق طارق بن زياد اللي احنا سميناه بعد كده مضيق طارق بن زياد، عدى علشان كان الاسبان عاملين لنا ايه؟ مزعلنا في ايه؟ مين قال اصلا ان من ضمن مهام الاسلام انه يروح للاقليات علشان خاطر يقتل الناس ويحتل الارض ويقعد ويغير اللغه، ثانيه ويغير اللغه، ويغير اللغه العربيه، اللغه قصدي بتاع، يعني مثلا احنا هنا ما كناش بنتكلم عربي، ايه اللي خلانا نتكلم عربي؟ عارفه ليه؟ الاحتلال الاسلامي لمصر. هو ده شيء مزعلك؟ لا ثانية واحدة بس. لا ده شيء مزعلك؟ أنا مزعلني مخالفة كتاب الله يا فندم. أنت مزعلني مخالفة كتاب الله يا فندم. حضرتك أي مخالفة لكتاب الله تزعلني، اللي مزعلني في السنة مخالفة كتاب الله يا فندم. طب لما هو اللي مزعلني في الفتوحات الإسلامية مخالفة كتاب الله يا فندم. لما يحصل استغاثة من أقلية ضعيفة، مين قال كده يا لا ثانية يعني واحدة. يعني حضرتك بتقول ماشي يعني على وتيرة واحدة دلوقتي إيطاليا وأمريكا تيجي تهجم علينا عشان في الإخوان المسلمين هنا بيقولوا احنا بنستغيث. لكل زمن زمن ليه إيه؟ شروطه زمن ليه؟ إيه؟ لا بص هقول لحضرتك حاجة دلوقتي. عارفة انت شرط الزمن بتاعهم ايه؟ شرط انت الزمن بتاعهم قول المولى عز وجل. دلوقتي لما تقول كلام زي ده يا سيادة المستشار، قول المولى عز وجل، قول المولى عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وده حصل. يعني عايز تقول لي ان الخلفاء الراشدين الصحابة نفسهم قتلوا بعض؟ على سيدنا هل محمد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة انهم يقتلوا بعض؟ عايز أعرف هل الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة انهم يتعاركوا مع بعض ويقتلوا بعض في خصف بتتكلم على سيدنا علي ومعاوية يعني والجمل؟ هل امر بهذا؟ مش دول بشر برضه يا فن إيه؟ يبقى اذا دول بشر يغلطوا برضه ويهجموا على اسبانيا. الله، اشمعنى بقى يعني انت بتتكلم على اسبانيا؟ احنا بنتكلم على الفتوحات عامه يا فن. جم مصر، انت بتتكلم على اسبانيا، جم مصر ودخلوا، ده فتحوا اسكندريه بعد سنتين من فتح القاهره. حياتك موضوع اسكندريه دي لما يلاقوا الرومان مقتلين 200,000 كان مسيحي وجات لهم استغاثه انه تعالوا الحقونا. عارفه ان صلاح، هو ليه ما بتتكلمش على كده؟ عارفه ان صلاح الدين قتل 665,000؟ عارفة ان السلطان سليم الاسلامي بتاع تركيا العثماني اللي فيه شارع في مصر باسمه دلوقتي ومحافظة القاهرة ما هياش دريانة بعشتها يعني ورفعت عليها قضية على صلاح الدين الايوبي؟ قتل 650,000 مصري، وقتل السلطان الغوري، وقتل طومنباي، ومع هذا عاملين شارع باسمه؟ ده التاريخ بتاعنا هو الخبل، هو الخبل. يعني صلاح الدين الايوبي شخصيه يعني بتأرق دماء المصريين، والراجل ده اساسا ما عملش المصريين حاجه للاسلام، وكان معين ولا حاكم، صد الحروب الصليبيه ولا اي حاجه، معين حاكم عندنا هنا اسمه أرقوش واسمه حكم أرقوش.